من الحاجات اللي ينفع نخزنها لرمضان، بما ان بقى يعني احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، هنبقى مع بعض كده كل ما حاجه ينفع نخزنها هنقولها مع بعض، وان شاء الله يبقى في حلقات للتخزين. بس بما اني شغاله دلوقتي في الشعريه، من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها ممكن تكون يوميا، سواء في شوربه سواء في الرز، فبتنفعنا كتير. ايه رايك قبل ما يبدا رمضان ان شاء الله على خير تحطي شويه شعريه كتير، يعني تحمري شويه شعريه كتير وتبداي تجزئيهم وتقسميهم على اكياس ثلاجه وتشيليهم في الفريزر؟ بصي هتحتاجيهم، هتلاقيهم الرز نفسه مش هياخد في ايديكي 10 دقائق اعمال، هيكون اتعمل واستوى كمان. من الحاجات اللي ينفع نخزنها كويس جدا هي ولسان العصفور. تمام، هنحمرهم ونصفيهم من الماده الدهنيه، تمام، عشان يبقوا لطاف وخفاف كده، ما يبقاش فيهم نسبه دهون عاليه، ونحطهم في اكياس، كل كيس على قد استخدامي، واحطه في الفريزر. ده هيديكي نتيجه حلوه وهيسرع معاكي في حاجات كتيره جدا.